افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رسميا شركة المغامرات أدفنتشر هاب بمجمع جاليريا مول، إحدى الشركات العالمية بأوروبا وأمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في ممارسة التسلق الرياضي داخل قاعات مجهزة وآمنة. بهذه المناسبة قال سموه أننا سعداء بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لفرع شركة أدفنتشر هاب العالمية بمملكة البحرين والمتخصصة في التسلق الرياضي، والتي ستساهم بكل تأكيد في نشر ثقافة هذه الرياضة بشكل أوسع في الوسط الرياضي المحلي، والذي سيعزز من مكانة البحرين كدولة حاضنة لجميع الرياضات بما فيها رياضة التسلق، التي تعد إحدى الرياضات التي تشهد إقبالا كبيرا من الشباب بمختلف دول العالم وتدفعهم لحب المغامرة في أجواء مليئة بالمرح والتشويق. أضاف سموه أن رياضة التسلق واحدة من الرياضات التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان، وتساعد على تقوية العضلات وترفع من معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل، وتحفز العقل على التفكير ورد الفعل المناسب في وقت وجيز، والذي سيكون له التأثير الإيجابي على الشباب البحريني الممارس لهذا النوع من الرياضات في صقل قدراتهم ومهاراتهم الحركية والبدنية والرياضية. أشاد سموه بالجهود التي تبذلها شركة دادباي برئاسة السيد محمد أحمد دادباي في دعم الاستثمارات بمملكة البحرين عبر استقطابها للشركات العالمية المختلفة ليكون مقرها البحرين، مما سينعكس إيجابا على دفع عجلة التقدم ودعم الاقتصاد الوطني، متمنيا سموه في الوقت ذاته للشركة مزيدا من التوفيق والنجاح في عملها الدؤوب لخدمة المجال الاستثماري والاقتصادي بالمملكة. قام سموه بجولة تفقدية لأرجاء المقر واطلع خلالها على الخدمات التي تقدمها الشركة للزوار والمشاركين في مغامرات التسلق المختلفة.